وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة من بيروت الخبير العسكري والعميد أكرم سروي. سيادة العميد، بعد التحية، لدينا العديد من الأسئلة. أولها، ماذا يعني تفويض نتنياهو وجالانت في قرار الرد على حزب الله؟ أعتقد يعني أن إسرائيل كما أعلنت أيضا بعض مصادر الحكومة الإسرائيلية بأنها تريد أن تقوم برد على هذه العملية، لكن لا تريد ولا ترغب بأن تذهب إلى الحرب الشاملة. وحزب الله كان قد أرسل رسائل أيضا واضحة بأن إذا ما تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء، إذا هذا يعني أنه سيرد بقسوة أيضا، وسيستهدف يعني إذا إسرائيل قامت باستهداف أهداف مهمة كبيروت مثلا أو المدنيين اللبنانيين، حزب الله سيرد وبقسوة على المستوطنات ويستهدف أيضا ربما حيفا وتل أبيب. نعم، ولكن كيف تفسر إخلاء مواقع الحزب الله؟ طبعا حزب الله يعني اتخذ إجراءات وقائية، هذه تعتبر هو لديه بعض المراكز على المعروفة تقريبا، و يعني هل أيضا الحزب لا تصور عن سيادة العميد، هل أيضا الحزب لا تصور عن الضربة الإسرائيلية المرتقبة للحزب ردا على ما حدث مؤخرا؟ نعم، هناك رسائل أعتقد قد وصلت إلى حزب الله يعني، وطالبت أو على الأقل قالت بأن إسرائيل سترد بشكل يعني محدود لكن مؤثر، وطلبت أن لا يرد حزب الله بشكل عنيف يعني كي لا تنزلق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه أو إلى حرب شاملة. نعم. لكن حزب الله لم يعطي أي ضمانات، وأوضح بأن الرد سيكون متناسبا مع أي عملية إسرائيلية. النقطة الأهم من كل ذلك أن إسرائيل بنت سردية غير صحيحة وغير واقعية، والجيش الإسرائيلي يعلم جيدا أن حزب الله ليس مسؤولا عن هذا الصاروخ، ولم يطلق هذا الصاروخ من قبل حزب الله. والسردية التي يعني سوق لها الإسرائيلي بأن هناك صاروخ فلق انطلق من شمال منطقة شبعة وسقط في هذا الملعب، هي فيها مغالطات عسكرية لأي خبير عسكري هو يستطيع أن يعلم بأن هذا الكلام غير صحيح، وأن السردية هذه ملفقة وهي غير صادرة، يعني ليست صادرة عن رجل عسكري خبير في الأمور العسكرية. صاروخ فلق مداه 10 كيلومتر، بينما المسافة التي حددها الإسرائيلي هي تتجاوز 12 كيلومتر. إذن كيف سيصل هذا الصاروخ إلى الملعب؟ ثانيا، حجم يعني الانفجار، صاروخ فلق يوجد برأسه وزن حجوة متفجرة 137 كيلوغرام، بينما الحفرة التي رأيناها يعني لا يتجاوز قطرها المتر، ولا عمقها لا يتجاوز 30 سنتي إلى 40 سنتي. إذن هذه قنبلة تحدث هذه الحفرة قذيفة هاون، وبالتالي لو كان فعلا يعني انفجار ناتج عن صاروخ فلق لكانت الحفرة بعمق متر أو متر ونصف وبقطر 3 أمتار، أو على الأقل أكثر من مترين. إذن الإسرائيلي سوق لسردية فاشلة من ناحية عسكرية، وبالتالي وقع في هذا المطب، يعني كونه سوق ليس عن لسان خبراء محترفين. نعم. وأيضا كما ذكرت لك يعني كل المؤشرات تدل أن الصاروخ سقط هو صاروخ إسرائيلي، إما من القبة الحديدية أو أنه كان استهداف مباشر، يعني الإسرائيلي كان يريد أن يفتعل مشكلة معينة ويستغل هذه الحادثة لأهداف متعددة. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا على يعني اللعب على الوتر الطائفي. نعم. نحن نعلم أن هؤلاء الذين قتلوا هم يعني عرب، هم سوريون، هم يعني لم ولن يكونوا إسرائيليين إطلاقا، وبالتالي يعني العملية أراد الإسرائيلي أن يوتر الأجواء بين دروز فلسطين. يعني سيادة العميد، دعني أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات من خبير عسكري وهذه التحليلات القوية
فيما يتعلق بهذه الضربة. ولكن أخيرا قبل أن أنهي معك هذا اللقاء، دعني أسألك مرة أخرى، ما الذي يمنع المنطقة من الانزلاق إلى حرب شاملة، وهل يمكن أن تتوسع إلى حرب شاملة رغم كل التحذيرات ورغم كل هذه يعني التبادل، كل هذا التبادل من التصريحات المختلفة بين حزب الله أو إسرائيل أو حتى من جانب أمريكا بمحاولة عدم توسيع منطقة الصراع؟ يعني لنكن صريحين وبشكل واضح وعلني، هذه الحرب لن تنجر إليها إسرائيل دون غطاء أمريكي وموافقة أمريكية، وأنا أعتقد أن الأمريكي كان موقفه واضح وجالنت عندما ذهب إلى أمريكا وحتى زيارة نتنياهو، سمعوا كلاما واضحا بأن الحرب الشاملة في المنطقة ليست على الأجندة الأمريكية، وأنه وقال بلينكين بالأمس بشكل واضح أن على نتنياهو أن يذهب إلى الصفقة ولا جدوى من تقاذف المسؤوليات وتحميل المسؤولية لحماس أو لغير حماس، وبالتالي عليه إنهاء هذه الحرب. أعتقد هل أيضا لفرنسا تأثير في هذا الموقف؟ هل أيضا لفرنسا تأثير في هذا الموقف؟ يعني الموقف الفرنسي هو يقتصر على موضوع تمنيات ونقل رسائل، لكن فرنسا ليست قادرة على الضغط على إسرائيل، القادر فقط على الضغط على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك نقطة أخرى طبعا داخل إسرائيل، هناك يعني الجناح العسكري الذي يمثله جالنت عندما قال أن إسرائيل لا تريد الذهاب إلى الحرب الشاملة، وأن سموتريش وبن غفير يعني متهوران يريدان إشعال المنطقة، إذا هناك جناح داخل إسرائيل أيضا لا يريد الذهاب إلى هذه الحرب. نعم. إضافة إلى قوة الردع الموجودة لدى حزب الله، يعني إسرائيل يعلم، الإسرائيلي يعلم جيدا صحيح أنه قادر على إلحاق أضرار كبيرة بلبنان، لكن الأضرار أيضا ستكون كبيرة داخل إسرائيل، وبالتالي لن يعني ما لم تحققه إسرائيل في غزة خلال 10 أشهر لا تستطيع أن تحقق أهداف كبرى في لبنان خلال فترة حرب قصيرة، وبالتالي يعني الانزلاق إلى هذه الحرب لن يكون مجديا ونافعا لإسرائيل، على العكس هي ستتورط في أزمة كبرى وسيكون لديها خسائر كبيرة، وبالتالي أعتقد كل هذه العوامل تمنع المنطقة من الانزلاق إلى حرب كبرى. نعم سيادة العميد أكرم سروي، دعني أشكرك شكرا جزيلا على هذه التحليلات العسكرية المتخصصة والتي تكشف الكذب والافتراء من جانب الإسرائيلي وفقا لما أوضحتموه. أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى.